أكد أبو هشيمة أنه إذا تأهل المنتخب غدا لنهائيات كأس العالم ستكون هذه المرة الأولى لنقل الحدث على قناة مصرية، مثنيا على جهود شركتي إعلام المصريين وبرزنتيشن في نقل الفعاليات الرياضية المهمة. يعني أنا طبعا بيشرفني أن أنا باجي لهم في الماتشات المهمة، بنيجي قبل الماتش بيوم، وكمان عشان إن شاء الله بكرة كل الشعب المصري، ودي حاجة بحب أهنئ عليها كل منظومة الرياضة سواء في إعلام المصريين أو في برزنتيشن، أن بكرة إن شاء الله نحتفل على قناة مصرية، ودي ما حصلتش يمكن من سنين. فبكرة إن شاء الله أون سبورت تعمل تغطية مميزة جدا جدا، وبحكم البرزنتيشن كمان اللي برضو بشكرهم واحد واحد على مجهودهم الرائع في منظومة كرة القدم وخدمة كل الأندية والمنتخبات. وفعلا دي الاحترافية اللي احنا بنتمناها، ان في شركة محترفة بتقدر تطبق نظام احترافي للكرة المصرية. طبعا مع الوزير موجود والمهندس ثاني ابو ريده وكل الناس، كل المصريين متهيألي كلنا اعصابنا شويه مشدوده، ولكن بكره ان شاء الله الماتش يبقى اسهل شويه. مفيش حاجه سهله، ولكن يعني الكونغو ما عندهاش اي امل. الحافز اللي عند اللاعبين كبير جدا، تاريخ بيسطروا تاريخ من سنه 90 ما وصلناش. فان شاء الله يعني بكره يبقى يوم 8 اكتوبر، ده يوم ومع اعياد اكتوبر كمان، فيبقى يوم مفرح لكل المصريين باذن الله.